المشاهد اللي هتشوفوها دلوقتي لمجموعة من المصريين، هم بيقولوا ان احنا ذهبنا الى سوريا للمشاركة في عمليات الاغاثة، يعني اغاثة والاسعافات، وبيطلبوا انهم يرجعوا لمصر، وكلهم من مرسى مطروح. الاسماء اللي انتوا هتسمعوها وهيقولوا اسمائهم بوضوح يعني. وقالوا ان احنا سافرنا في 2012 يعني في حكم الاخوان، وخدنا عفو في 2013 يعني اكيد قبل ثورة 30 يونيو في النصف الاول من 2013 اللي كان فيه لسه حكم الاخوان، وعايزين نرجع مصر وبنطلب الحفاظ على سلامتنا يعني. في تونس لما اثيرت هذه القضية ان في مجموعات كتيرة بتطلب العودة الان الى تونس، طلعت مظاهرات وقالت انه هؤلاء خطر على المجتمع. هو هيقول لك احنا اشتغلنا في الاسعاف في الاغاثة يعني، لكن عندهم يقين بانه الناس دي حملت السلاح، واللي يحمل السلاح بيشوفوا انه بمثابة خطر على المجتمع. واثيرت القضية في تونس، هل نسمح بعودة التونسيين الذين سافروا الى سوريا والعراق، سواء بقى قاتلوا مع داعش ولا لا؟ لان كل واحد فيهم ما فيش حد هيرجع يقول لك انا قاتلت مع داعش يعني، لكن بعضهم كان بيعترف بكده بوضوح يعني. هنا في مصر هل تتقبلون هذه الفكرة، حتى لو قالوا احنا كنا في سوريا والعراق علشان بعض المهام الإنسانية، ولا الناس هتخاف؟ وده معناه ايه؟ معناه انه طب كم مصري هناك؟ تعالوا نسمع نستمع إلى المصريين الذين يناشدون السلطات في مصر ويناشدون المجتمع، لأنه بيقولوا اضمنوا لنا السلامة، احنا عاوزين نرجع. بيقولوا أسمائهم وبيقولوا إن احنا اشتغلنا في أعمال الإغاثة في سوريا. المصريين من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح مدينة الحمام، جئنا من أجل تقديم مساعدات إنسانية مطلع 2012. ما إلنا علاقة بأي تنظيمات ولا إلنا علاقة بأي شيء. تم توقيتنا عند الحدود السورية التركية وأتينا إلى هذا المكان نفس الطريقة ونفس الموضوع، نحن وكل الشباب، وتم الإفراج عنا في 2000 وفي 2000 صدر عفو عنا في 2012 و13 2013. واحنا ما اقترفنا اي شيء وما علينا اي شيء، ونحمل مسؤولية حياتنا لان حياتنا في خطر، نحمل مسؤولية حياتنا للدولة الإفراج عنا. سامي اسمك؟ ما سميتش اسمك. ابراهيم مفتاح بريك حسين، محافظة مطروح مدينة الحمام جمهورية مصر العربية. محمد نصيب حميدة ابراهيم، محافظة مطروح مدينة الحمام. بالنسبة لنا احنا باش نحكيو على ظروفنا، لان نحن لنا ظروفنا الصحية تعب، عندنا ناس مرضى بالسل، عندنا ناس عندنا زوز ماتوا، يعني حالة صحية ما عندناش حتى الوقت باش نحكيو هيك. المهم احنا باش ننتقلوا المكان ما نعرفوش ظروفنا شنو كيما تصيرنا، معناها مجرد احنا نبقاو في مكان اخر ظروف فيه مجهولة قد يؤدي هذا الحياة برشا ناس يعني للهلاك. هل صار أي شوشرة هنا داخل السجن؟ وإذا صارت أي شوشرة هنا داخل السجن، رانا احنا ما عندناش فيها حتى دخل، رانا احنا اللي هنا قالوا لنا باش يروحوا بيكم، باش نخرجوا على الأساس باش نروحوا، لكن مصيرنا رانا ما ناس باش نعرفوه.